يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهرت الآن بعض العلوم المستحدثة مثل البرمجة العصبية والتي تستخدم في العلاج النفسي من بعض الأمراض والعادات السيئة، فما حكم تعلمها علما بأننا نرى كثيرا من الفضلاء قد انكبوا عليها؟ وهل هذه العلوم تكون من علم الكلام أم ماذا؟ والله ما أعرف البرمجة العصبية، أنا أعرف الطب المعروف، العمليات في المستشفيات، الحبوب، الإبر، العمليات، هذا المعروف، يكفيكم هذا إن شاء الله عن العلوم. وهناك العلاج بالقرآن، العلاج بالقرآن والرقية، هنا علاج بالأدوية وعلاج بالرقية والأدعية، والحمد لله. نعم.